واحد من اللاعبين بقى يعني حسين شحات. حسين انا عارف ضغوط كتير وامور كتير، لكن خليني ابارك لك الاول، ابارك لك الاول على الهدف كابتن سامي الاول. تقول ايه لحسين الشحات؟ انا عارف ضغوط كتير وعارف دورك بالتحديد والكابتن سيد عبد الحفيظ مع حسين الشحات. بص احنا دايما وكل مره بنقول يعني حسين من اللعيبه المميزه جدا، اللعيبه اللي عندها امكانيات وقدرات، وكلنا بنتكلم في كده وهو عارف كده كويس. يمكن حتى المباراه، حتى قبل المباراه انا اتكلمنا معاه وقلنا له ان الفتره دي كويسه ليك ان انت تبعد عشان ان شاء الله ترجع بنفس قوتك ونفس الاداء اللي الناس جمهور النادي الاهلي عشماني فيه، على قد النقد اللي هو بيتعرض له، على قد الناس اللي عندها ثقه كبيره فيه وفي امكانياته وفي قدراته. يمكن النهارده الحمد لله اثبت اللي هو لعيب كبير ولعيب مميز ولعيب مؤثر جدا معانا، لكن احنا برده مستنيين منه كتير وكتير كتير ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يوفقك. بس قدام التلفزيون بس الكابتن سامي شكرا على الهديه في نسبه عيد ميلادي، هو اللي جابها لي في نسبه عيد ميلادي. حقيقه فنان. حياة كل سنه وانت طيب، مبروك، هدف رائع، ثقه، وزي ما قلنا في ضغوط كتير، لكن حسين الشحات مركز في الملعب. وجماهير النادي الاهلي بتثق في حسين الشحات، وخلينا نقول ان احنا النهارده بنتجاوز محطه مهمه جدا، محطه ترجي تونسي. بسم الله الرحمن الرحيم، والله الحمد لله طبعا على المكسب ده اهم حاجه، مبروك على المكسب طبعا، ومبروك مبروك لجمهور النادي الاهلي، ومبروك لمجلس الاداره والجهاز الفني واللعيبه، ومبروك للناس كلها بصراحه. احنا الحمد لله مش عارف ايه لا مؤاخذه يا جماعه، طبعا كلنا مركزين من اول البطوله، فالحمد لله دي حاجه كويسه. والترجي احنا كنا عاملين حسابه من واحنا هناك، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب، والنهارده قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله، وربنا كريم ان شاء الله نقدر نحقق ال 10 باذن الله. قفشه دايما في كلامه يقول لك حسين الشحات من افضل اللاعبين اللي بتتحرك لي. النهارده اسيست جميل من قفشه، تحرك ولا اروع من حسين الشحات، هدوء، ثقه، حكم وقفنا على الاوفسايد، لكن احنا كنا متاكدين انها هدف. الحمد لله، والله الحمد لله طبعا، يعني قفشه طبعا ما حدش يقدر يتكلم، من افضل لعيبه في افريقيا مش في مصر بس، على اعلى مستوى، ربنا كرمه، ربنا يكرمه ان شاء الله دايما معانا. قفشه دايما انا بتكلم معاه انا وهو قبل الماتش، اللي هو انا لما اول ما الكوره معاك وتلف هتعرف ان انا هدخل على طول، فالحمد لله قدرنا ان احنا نعملها النهارده زي ما بنعملها على طول، وقدرنا ربنا كرمنا ان انا اجيبها جون النهارده الحمد لله. حسين الفتره اللي بيبقى فيها ضغوط وفيها امور صعبه بتتعامل معاها ازاي؟ ونحن يعني انت عارف طموحات جماهير النادي الاهلي واحلام جمهور النادي الاهلي وثقه الجمهور في حسين الشحات، ومستنيين منك الكتير. طبعا والله يا جمهور النادي الاهلي طبعا اللي دايما في ظهر اللعيبه كلها مش في حسين بس، دايما معاهم، دايما في ظهرنا، دايما بيشجعونا، فالحمد لله هم عندهم ثقه فيا كبيره، فان شاء الله بوعدهم اللي جايه احسن، لان الفتره اللي فاتت طبعا يعني كان ضغوطات علينا كلنا، احنا كنا بنلعب كل يومين في رمضان، فالحمد لله يعني فمركزين، وبقول لهم ان شاء الله اللي جايه احسن، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نفرحهم ان شاء الله في افريقيا والدوري باذن الله. مواجهه مرتقبه خلاص مع فريق كايزر تشيفز، شايف المواجهه ازاي؟ والله طبعا احنا مركزين في الدوري الماتشين الجايين الاول، وبعد كده ان شاء الله نركز بقى في افريقيا ان شاء الله في اللي جاي، ان شاء الله نقدر نكسب، ان شاء الله نقدر نحقق البطوله ونسعد الجمهور كله ان شاء الله. حسين وبالتوفيق حبيبي، الله يخليك. كابتن ايمن ده كان لقائنا مع حسين الشحات، واحد من نجوم النادي الاهلي وصاحب الهدف من اجمل اهداف النادي الاهلي في هذا اللقاء. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.